السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 21 من سلسلة شروحات مادة ديال الميكرو إيكونومي الخاص بالسمستر 1. سالينا الإكسبليكاسيون ديال الكور ودرت لكم واحد لي تروا زابليكاسيون بالنسبة لا فونكسيون دو لا دوموند دو إلاستيسيتي. دابا غندخلو واحد السلسلة من زابليكاسيون من ليزيكزيرسيس ديال الدرس، كلشي واحد نبداو شابتر واحد، شابتر ديال لي شوا دو كونسوماتور راسيونيل، داكشي ديال لاغرانج و تي ام اس اكسيتيرا و ميتي مارجينال اكسيتيرا. دونك عندنا واحد الابليكاسيون نيميرو 1. سيبوزون كو دي كونسوماتور اي لا فونكسيون ديتيليتي سويفونت. عندنا تروا فونكسيون ديتيليتي، اي اف لي اكس اي كتساوي اكس اس واحد الاربعة، اي اس واحد الاربعة، اي اف لي اكس اي كتساوي ا اكس اي، و اي في الاكس اي تساوي اكس اس واحد على جوج اكغيك. الكيستيون 1 ديتيرميني لي زوتيليتي مارجينال كو بروك لي شارج دو بيان بور سي 3 فونكسيون. سؤال 2 ديتيرميني لو تي ام اس اكس اي بور شاكان دي سي فونكسيون، يعني نحسبوا لي زوتيليتي مارجينال ديال كل بيان بالنسبه لكل فونكسيون ونحسبوا من بعد السؤال الثاني تي ام اس. دونك غنبداو بالكيستيون نيميرو 1. نبداو اول حاجه بلا فونكسيون الاولى اللي هي يو اف لي اكس اي كتساوي اكس أس واحد على أربعة، إكس أس واحد على أربعة، إكغيك أس واحد على أربعة. نحسبو أول حاجة لي زوتيليتي مارجينال، نبداو بليتيليتي مارجينال دو إكس. كنعرفو أن ليتيليتي مارجينال دو إكس هي الإشتقاق ديال لا فونكسيون ديتيليتي، يعني إف لي إكس إكغيك بارابوغ أ إكس. يعني ملي كنبغي نحسب ليتيليتي مارجينال دي اكس تنشد لا فونكسيون ديتيليتي كنشتق غير هذا، هذا كيبقى كونستون، يعني ان هاد ايكغيك اس واحد اربعة غادي يبقى كونستون، غنكتبو غنشتقو اكس واحد اربعة. شنو هو الاشتقاق ديال اكس واحد اربعة؟ اكس واحد اربعة كتكل على هاد الشكل هذا اكس اس ان. شنو هو الاشتقاق ديال اكس اس ان؟ هو اشتقاق ديال اكس اس ان هو ان اكس اس ان ناقص واحد. هنا ان هو واحد على اربعة، دوك نطبقو نيت هاد الشيء، هي واحد على اربعة اكس اس واحد على اربعة ناقص واحد، واحد على اربعة ناقص واحد هي ناقص تلاتة على اربعة. دونك ليتيليتي مارجينال دو اكس هو واحد على اربعة اكس اس ناقص تلاتة على اربعة ايكغيك اس واحد على اربعة. دونك هادي هي ليتيليتي مارجينال دو اكس. ابخي نحسبو ليتيليتي مارجينال دو ايكغيك. ليتيليتي مارجينال دو إيكغيك هو إف لي إكس إيكغيك الإشتقاق ديالو باغابوغ أ إيكغيك. دابا العكس، الفاريابل هو إيكغيك و إكس كيبقى كونستون، دونك إكس أس واحد على أربعة غادي تبقى كونستون، غنشتقو غير إيكغيك أس واحد على أربعة. نفس الطريقة راه إيكغيك أس واحد على أربعة نفس الشكل هكا، دونك غادي تعطينا هي واحد على أربعة إيكغيك أس واحد أربعة ناقص واحد هي إكغيك أس ناقص ثلاثة لا أربعة. دونك هذه هي ليتيليتي مارجينال دو إكغيك، دونك ليتيليتي مارجينال دو إكس و ليتيليتي مارجينال إكغيك. دونك هذه هي نسموها حنا أ لا فونكسيون الأولى. دابا نمشيو لبي لا فونكسيون الثانية. لا فونكسيون الثانية كتكتب على شكل إي كتساوي لينا واحد العدد أ في اكس اكغيك، هذه هي لا فونكسيون. دونك نحسبوها، دونك حسبوا ليتيليتي مارجينال دو اكس. قلنا ان ليتيليتي مارجينال دو اكس هو الاشتقاق ديال اف لي اكس اكغيك بارابور ا اكس. دونك شنو كتساوي؟ ا عدد كيبقى كونستون، اكغيك حتى هو كيبقى كونستون اللي كتشتق هو اكس. شنو هو الاشتقاق ديال اكس؟ اكس هو واحد، دونك بقات ليا ا اكغيك هي اللي بقات. نحسبو من بعد ليتيليتي مارجينال دو اكغيك هي اف دي اكس اكغيك بارابور ا اكغيك. نفس الشيء ا غادي تبقى كونستون و اكس غادي تبقى كونستون،
اللي هتشتق هو اكريك. شنو هو الاشتقاق ديال اكريك؟ اكريك هو واحد، دونك هذا هو اللي تيتيماجينا دو اكس اللي تيتيماجينا دو اكريك. دابا ننتقلوا للفونكسيون الثالثه والاخيره. الفونكسيون الثالثه هي اكس اس واحد على جوج، دونك اي كتساوي اكس اس واحد على جوج اكريك. دونك حسبوا لي تلوتي مارجينال دو اكس هي الاشتقاق ديال لا فونكسيون ديوتيليتي بارابور ا اكس. دونك شنو كتساوي؟ كنشتقو دابا غير دونك نشتقو غير هادي، هاد اكريك كتبقى كونستون مكتمسش اكريك، دونك غتبقى كونستون. كتبوها اشتقو دابا هادي. شنو هو الاشتقاق ديال نفس الطريقة اللي قلنا؟ هي واحد على جوج اكس اس واحد على جوج ناقص واحد، واحد على جوج ناقص واحد هي ناقص واحد على جوج. دونك هذا هو ليتيليتي مارجينال دو اكس، هي واحد على جوج اكس اس ناقص واحد على جوج في اكغيك. ابخي نحسبو ليتيليتي مارجينال دو اكغيك. ليتيليتي مارجينال دو اكغيك هو اف لي اكس اكغيك بارابور ا اكغيك. دونك x اس واحد على جوج هتبقى كونستون، هتشتق اللي كنشتقو هو y. شنو الاشتقاق ديال y؟ هو واحد، دونك هتبقى ليا هي اللي تيتي مارجينال دو y هي x اس واحد على جوج. دونك جاوبنا على السؤال الاول. ابخي نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني نحسبوا لو تي ام اس اكس y في كل حاله. نبداو ب ا فونكسيون الاولى. لو تي ام اس اكس y كنعرفوه هو ليتيليتي مارجينال دو اكس لا ليتيليتي مارجينال دو اكغيك. دونك اش كيساوي ليتيليتي مارجينال دو اكس؟ راه حسبناها، خرجت لينا واحد على ربعة اكس اس ناقص ثلاثة على ربعة اكغيك واحد على ربعة، خرجت لينا واحد واحد على ربعة اكس اس ناقص ثلاثة على ربعة اكغيك اس واحد على أربعة. هذه هي لوتيليتي مارجينال دو إكس. لوتيليتي مارجينال دو إكغيك حسبناها هي، خرجت لنا إكس واحد على أربعة، واحد على أربعة في إكغيك أس ناقص ثلاثة على أربعة، خرجت لنا إكس أس واحد على أربعة، واحد على أربعة إكغيك أس ناقص ثلاثة على أربعة. دونك واحد على أربعة تختزل مع واحد على أربعة. هنايا إكس مع إكس عندهم نفس الاس، عندهم نفس الاساس ومختلفين في الاس، دونك غنطبقوا ديك العلاقه اللي كتقول لنا ملي كيكون عندي ا على بي هذا كيكون اس ان وهذا كيكون اس ام. دونك اش كيساوي؟ هي ا اس ان ناقص ام. طبقوا هذه العلاقه هذه، هذا الشيء راه ديجا قريته في الاعدادي. دونك يعني ان هادو يعني ناقص 3 على 4 ناقص 1 على 4 هي اكس اس ناقص 1، و اكس اس ناقص 1 راه هي اش؟ دونك اكس اس ناقص 1 راه هي 1 على اكس. دونك غندير اكس هنا، ها 1 على اكس كتبناها 1 على اكس. نفس الشيء بالنسبه للاكريك، 1 على 4 ناقص ناقص 1 على 4 ناقص ناقص 3 على 4 هي 1، دونك هي اكريك. دونك هذا هو لو تي ام اس اكس اكريك. تي ام اس اكس اكريك، تي ام اس اكس. المهم هنا بغيت نعطيكم واحد الملاحظه مهمه، تشدوها ديما بعين الاعتبار. ديما ملي كيعطونا واحد الفونكسيون ديتيليتي اي كتكون على الشكل ا اكس اس الفا اكريك اس بيتا، ديما هاد لي فونكسيون هذا راه لو تي ام اس، تي ام اس اكس اكريك راه توجو غادي يخرج لكم اش؟ غادي يخرج لكم الفا مضروبه في اكغيك بيتا على اكس، راه ديما هكا يخرج لكم الا كانت عندنا شي فونكسيون ديتيليتي على شكل كوب دو غلاس على الشكل هذا ا اكس اس الفا اكغيك اس بيتا، راه يخرج لكم هكا تي ام اس. يعني داك الاس اللي كيكون فوق اكس كنضربو في اكغيك مقسوم على الاس اللي فوق اكغيك في اكس، راه هادشي عندنا في هاد ليكزومبل هذا. عندنا هادي تخرج لنا، دونك هي تخرج لنا 1 على 4 اكغيك في 1 على 4 اكس، 1 على 4 على 1 على 4 تمشي هادوك بقات لنا اكغيك على اكس، راه هي هادي 1 على 4 على 1 على 4. دونك هادشي اللي كيخرج لي ديما، هادي غير بين قوسين فورميل
مهمة عقلوا عليها، مي كيكون عندي واحد الفونكسيون ديوتيليتي على هذا الشكل هذا A X أس ألفا إكغيك أس بيتا، راه لو تي إم إس إكس إكغيك راه ديما غادي يخرج لك ألفا في إكغيك بيتا في إكس. هنا باش تأكدوا واش عندكم صحيح، راه دوجا غادي يخرج لكم هكا، مفهوم؟ نمشيو دابا لفونكسيون الثانية، فونكسيون بي. فونكسيون بي راه إلا جينا نطبقوها مثلا هاد الفورمي اللي عطيتكم غادي يخرج ليا شنو هو الأس اللي فوق إكس، هو واحد، الأس فوق إكغيك هو واحد. شنو قلنا حنا؟ قلنا ألفا إكغيك، دونك غيخرج ليا واحد إكغيك، يعني إكغيك على إكس، دونك هادشي اللي خرج ليا في تي إم إس. دونك غنخدمو حنا بالطريقة المعتادة، لو تي إم إس، تي إم إس إكس إكغيك كيساوي لوتيليتي مارجينال تو إكس على لوتيليتي مارجينال دو إكغيك. دونك حسبوهم، لوتيليتي مارجينال دو اكس خرجت لنا ا ايغريك، و لوتيليتي مارجينال دو ايغريك ا اكس، دونك تخرج لنا ا ايغريك على ا اكس، حسبناهم. دونك ا غتمشي مع ا، دونك بقات لي ايغريك على اكس، دونك تي ام اس اكس ايغريك يساوي ايغريك على اكس. لازم نطبقوا الفورمي اللي قلت لكم هنا، راه قلت لكم ها هو الاس اللي فوق اكس هو واحد، وفوق اكس هو واحد. شنو قلنا؟ قلنا الفا اكريك، دونك واحد في اكريك، دونك هي اكريك، وبيتا اكس، دونك هي اكريك على اكس. داكشي اللي خرج لنا نيت. نمشيو دابا للسي، اخر وحده. سي عندنا الفونكسيون هي هادي اكس واحد على جوج اكريك، دونك لو تي ام اس اكس اكريك هو لوتيليتي مارجينال دو اكس على لوتيليتي مارجينال دو اكغيك. دونك اش كيساوي لوتيليتي مارجينال دو اكس؟ راه حسبناها خرجت لينا فيها واحد على جوج اكس اس ناقص واحد على جوج في اكغيك، دونك خرجت لينا واحد على جوج اكس اس ناقص واحد على جوج في اكغيك. ولوتيليتي مارجينال دو اكغيك راه حسبناها خرجت لينا اكس اس واحد على جوج، دونك هادي اش كتساوي؟ نفس الطريقة اللي درناها هو إكغيك، يبقى هاد إكس عندنا ناقص واحد على جوج مع ناقص واحد على جوج، هي إكس أس ناقص واحد، هي واحد على إكس، دونك لو تي إم إس إكس إكغيك غيساوي ليا واحد على جوج إكغيك على إكس. ولا جينا نطبقوا العلاقة اللي عطيتكم أنا، راه هي داكشي اللي خرج لينا. قلنا الأس اللي فوق إكس تنضربو في إكغيك، يعني واحد على جوج. قلنا شنو؟ قلنا الفا في اكغيك، دونك واحد على جوج اكغيك على بيتا، هاد بيتا الاس اللي فوق اكغيك على اكس، دونك هذا هو التي ام اس. داكشي اللي تخرج لينا هو هذا. انا ممكن شي واحد يخليها هكا، ولا ممكن نبسط شنو هو هاد واحد على جوج. نقدر ندير 0.5 اكغيك، نقدر ندير مثلا هنا نزل هاد جوج لتحت، نقدر ندير ان التي ام اس اكس اكغيك، نبسط نختزل شويه نبسط، يعني نقوله هو اكغيك على 2 اكس هكا. انا نزلت هاد جوج لتحت، دونك هذا هو تي ام اس. ولا خلوها بحال هكا، اللي عجبو خليها بحال هكا، اللي بيد راه عاوتاني يقدروا نكتبوا على شكل اخر، مثلا تساوي 0.5 اكغيك على اكس. هذا صحيح، كلشي هذا الشيء اللي درنا هنا صحيح. نتمنى انكم فهمتوا الشرح اللي شرحت لكم هاد الابليكاسيون ديال خدمنا فيها لوتيليتي مارجينال دو اكس كيفاش كتحسبوا، وشفنا كيفاش كنخدموا لو تي ام اس. كان معكم الأستاذ كريم إيكونوميست، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله تعالى.